بسم الله. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني أكل أماكن المغلقة كما تو الحاتة اللي صنعوا بنو صهيون في الأرض المقدسة، مع ذلك لم تغني عنكم تلك العصون أن يأتيكم أمر الله بأس الله. وأنزل الذين ظاهروهم أي أعانوهم على فتة الأحزاب، وأنزل الله الذين مش من أحكموا الحلقة باش يقضيوا على ما تبقى من الإسلام وإنهاء حياة الرسول الكريم، ولا نهاية إلا ما قدر الله، لا نهاية مما تمناه أعداء الله وهم مقدمتهم بنو صهيون الملعونون. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمن القتال، وكان الله قويا عزيزا. نعود إن شاء الله.